عقدت هيئة الرؤية الشرعية جلستها مساء هذه الليلة لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية، حيث أعلن معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وحيث أن دخول شهر رمضان لا يثبت شرعا إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، وإتباعا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البعينين بقاعات الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الجمعة ليلة السبت 1 أبريل 2022 ميلادية، وحيث أنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته، إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عددا من الشهود العدول. وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم قدن السبت 2 أبريل 2022 ميلادية هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري، ويجب صيامه، والله ولي التوفيق. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي، وإلى العالم العربي والإسلامي أجمل التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كلمتهم على الخير والصلاح، وأن يوحد صفوفهم ويوفق الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقاء. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.